إشارة إلى كتاب عمادة كلية الفنون الجميلة المرقم 7/18/2408 في 6/10/2021. تقرر تشكيل لجنة مناقشة أطروحة طالب الدراسات العليا الدكتوراه في قسم الفنون المسرحية أدب ونقد عيسى محسن علي حول أطروحته الموسومة التوظيف السياسي للفكر الديني وانعكاساته في النص المسرحي العراقي المعاصر. نماذج مختارة من السادة الذوات المدرجة اسمائهم في أدناه. أستاذ أياد كاظم السلامي دكتوراه أدب ونقد طبعا أدب ونقد تربية مسرحية أدب ونقد جامعة بابل كلية الفنون الجميلة رئيسا. أستاذ مساعد دكتور جبار خماط حسن أدب ونقد جامعة بغداد كلية الفنون الجميلة عضوا. أستاذ مساعد حسن عبد المنعم عبد المحسن الخاقاني ما كاتبي هان أضيف لأن اسم علم هذا يفيد هو علم بهذا الاسم. دكتوراه أدب ونقد جامعة البصرة كلية الفنون الجميلة عضوا. أستاذ مساعد عامر محمد حسن دكتور سين حسن مهم احنا نقرأ الموجود هنا قلت لي عليه أتذكر. دكتوراه أدب ونقد جامعة الكوفة كلية التربية عضوا. أستاذ مساعد صبار شبوط طلاع دكتوراه أدب مسرحي جامعة البصرة كلية الفنون الجميلة عضوا. أستاذ مساعد عبد الستار عبد الثابت البيضاني دكتوراه أدب ونقد جامعة البصرة كلية الفنون الجميلة عضوا ومشرفا. أستاذ مساعد عبد الله عبد علي دكتوراه أدب ونقد جامعة البصرة كلية الفنون الجميلة عضوا ومشرفا. علما أن الأطروحة قد قومت علميا من قبل الأستاذ الدكتور معتمد مجيد حميد من جامعة بابل كلية الفنون الجميلة تخصص أدب ونقد وأستاذ مساعد دكتور عامر حامد محمد الربيعي جامعة بابل كلية الفنون الجميلة تخصص تربية مسرحية أدب ونقد ولغويا من قبل الأستاذ الدكتور أحمد يحيى حسن جامعة بابل كلية التربية للعلوم الإنسانية. السيد رئيس الجلسة الأستاذ الدكتور أياد كاظم السلامي المحترم، الأساتذة المحترمون أعضاء لجنة المناقشة، الأستاذ المساعد الدكتور جبار خماط حسن والأستاذ المساعد الدكتور حسن عبد المنعم عبد المحسن والأستاذ المساعد الدكتور عامر محمد حسن والأستاذ المساعد صبار شبوط طلاع والأستاذ المساعد الدكتور عبد الله عبد علي، وتحية أيضا للطالب طالب الدكتورة عيسى محسن. حقيقة أول شيء أرحب بإخواني وأحبابي وأصدقائي الأساتذة اللي تجشموا على السفر من بغداد ومن بابل العزيزة، وأتمنى لهم كل خير وموفقية ونورت البصرة بصراحة. الله يبارك بكم. هذا يوم جميل من أيام الفرح الجامعي، وبودي أن أقدم الطالب طالب الدكتوراه عيسى محسن علي العلاق. طبعا عيسى محسن علي العلاق يعني ليس الرجل أمامه، وليس لأني أنا مشرفة، لكن أساتذة يعرفون هذا الرجل. الرجل ينحدر من أسرة علمية، ووالده الأستاذ محسن علي العلاق من كبار أساتذة البحث العلمي وعدة مؤلفات بهذا الجانب. وعيسى طالب مرموق متميز أخلاقيا وعلميا، واعتبر نموذج، هو واحد من أشهر خمسة طلاب، من أشهر خمسة طلاب، يعني يعتبر نموذج للطالب الملتزم واللي نال رضا أساتذته. هي اجتنا نخبة حقيقة، سبعة طلاب من الحلة العزيزة من بابل، والله يعني نخبة طيبة جدا، من ضمنهم مرتضى ومن ضمنهم الدكتور عامر ومن ضمنهم بقية الإخوان اللي درسوا عندنا، فكانوا نعم الأبناء ونعم الأصدقاء. السيرة الذاتية لطالب الدكتوراه عيسى محسن علي العلاق، ولد في 3/7/1972،
أنا طبعا نسيت ما رحبت بالدكتور مجيد والدكاترة الحاضرين والأصدقاء الحاضرين في القاعة، تحياتي لكم وتعذروني يعني على النسيان، ممنون لكم. عيسى محسن علي العلاق ولد في 3/7/72، يسكن بابل المدحتية. المدحتية مدينة عظيمة وبيها أدباء وشعراء، ومن ضمنهم كاظم الرويعي الشاعر الغنائي الشهير الشاعر العذب. متزوج وله 5 أبناء. حصل أو تحصل على شهادة البكالوريوس باختصاص التربية المسرحية من كلية الفنون الجميلة بجامعة بابل عام 1993-94. أيضا تحصل على شهادة الماجستير في الفنون المسرحية باختصاص الأدبي والنقد. طبعا هاي تحصل أخذناها من التوانسة ومن المغاربة، يمكن ما أدري بعد دكتور صبار، يمكن صحيح. يا حبيبي أيضا عضو نقابة الفنانين فرع بابل. هو طبعا حصل على الماجستير في 2015-2016 من كلية الفنون بجامعة البصرة، عضو نقابة الفنانين بجامعة بابل بفرع بابل، عضو رابطة التدريسيين التربويين فرع بابل، عضو نقابة المعلمين العراقيين فرع بابل، مدرس على ملاك وزارة التربية المديرية العامة لتربية بابل، اللقب العلمي مدرس مساعد. شارك في الأعمال الفنية ممثلا، ومنها مسرحية الساعة ليوسف العاني، ومسرحية الجرة لبرانديلو، ومسرحية كاليغولا لإلبير كامو، ومسرحية في انتظار جودو لصموئيل بيكت، ومسرحية تاجر البندقية لويليام شكسبير، وغيرها من الأعمال المسرحية. هذه أعتقد قدمت في نشاطك الدراسي مع الأساتذة في بعض. أيضا قام بإخراج العديد من الأعمال المسرحية في مديرية النشاط المدرسي في الهاشمية. الهاشمية هي المدحتية نفسها. المؤلفات، لديه كتاب بعنوان التجديد في النص المسرحي، طبع في دار المناهج بعمان الأردن. بحوثه المنشورة بحث مشترك مع الأستاذ المساعد الدكتور عبد الستار عبد الثابت البيضاني بعنوان التوظيف السياسي للفكر الديني وانعكاساته في نصوص جان راسين المسرحية، مسرحية عتلية أو عتلية أنموذجا. أيضا لديه بحث مشترك مع الأستاذ المساعد الدكتور عبد الله عبد علي بعنوان التوظيف السياسي للفكر الديني وانعكاساته في نصوص صلاح عبد الصبور المسرحية، مسرحية الحلاج أنموذجا. أفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السادة رئيس وأعضاء لجنة المناقشة المحترمون، الحضور الأكارم، أسعدتم صباحا. يود الباحث أن يوضح مسألة مهمة قبل أن يبدأ في عرض ملخص بحثه، ألا وهي أن التعرض للأنظمة السياسية ورجالات السلطة السياسية والفكر الديني الذي يعد من التابوهات المقدسة مسألة حساسة وقد تلامس الخطورة بعض الشيء، ولكن الباحث عاهد نفسه أن يكون على الحياد في طرح المشكلة ومعالجتها
وأن لا يتبنى فكرا سياسيا دون آخر أو فكرا دينيا على حساب فكر ديني آخر أو فكر مذهب على حساب مذهب آخر. هذا أولا. أما ملخص البحث فإن البحث الذي بين أيديكم والمعنون التوظيف السياسي للفكر الديني وانعكاساته في النص المسرحي العراقي المعاصر نماذج مختارة عائلتي أهل قد احتوى هذا البحث على 4 فصول تناول في الفصل الأول مشكلة البحث التي تمركزت حول الاستفهام الآتي وهو كيف تمت معالجة التوظيف السياسي للفكر الديني وانعكاساته في نصوص المسرح العراقي المعاصر. أما أهمية البحث فإن البحث تكمن أهميته في معالجة مسألة سياسية واجتماعية حساسة ألا وهي تسليطه الضوء على توظيف واستغلال واستثمار رجالات السلطة السياسية والأنظمة السياسية للفكر الديني بوصفه لما لهذا الفكر من قدرة وإمكانية على خلق القناعات والاتجاهات وتغييرها وتكوين المبادئ وتوجيهها. أما هدف البحث فإن هذا البحث يهدف إلى الكشف عن كيفية معالجة ظاهرة التوظيف السياسي للفكر الديني في نصوص المسرح العراقي المعاصر بوصفها ظاهرة تستحق الدراسة والتقصي والبحث. أما حدود الموضوع فقد كانت الحدود المكانية العراق والحدود الزمانية 2006-2016. إن التغيير الذي حدث في العراق بعد عام 2003 وتشكل الكثير من التيارات السياسية والاتجاهات السياسية التي أخذت أو قدمت نفسها بديلا ديمقراطيا ناجحا تتصور أنه هذا البديل ناجح هذا الأمر أدى إلى نشوب صراعات أو تنافس محموم بين هذه التيارات والأنظمة مستغلة كل ما يمكن استغلاله وله تأثير فاعل على قناعات الناس وتوجيهها. هذا الأمر في البداية. أما الكاتب المسرحي العراقي الذي خرج من عصر يتسم بالشمولية والديكتاتورية ويتحول إلى عصر ديمقراطي احتاج فترة زمنية لكي يستوعب هذا التحول ولكي يحاول دراسة هذا التحول ويعالجه. لذلك جاءت العينات بال 2008 العينة الأولى ظهرت بال 2008 لأن الكاتب أخذ وقته بالمسألة التغيير. وأما الموضوع حدود الموضوع فكانت دراسة ظاهرة التوظيف السياسي للفكر الديني وانعكاساته في نصوص المسرح العراقي نماذج مختارة ومن ثم تعريف لأهم المصطلحات التي جاءت في البحث. أما الفصل الثاني الإطار النظري فقد احتوى 3 مباحث تناول في المبحث الأول الفكر الديني المفهوم والفلسفة وفي المبحث الثاني الفكر ومصادره في الديانات السماوية وجدلية العلاقة مع السلطة السياسية. أما المبحث الثالث فقد تناول التوظيف السياسي في النص المسرحي الأجنبي والعراقي ومن ثم أهم المؤشرات التي خرج منها الباحث من الإطار النظري والدراسات السابقة. أما الفصل الثالث فقد تناول الباحث في إجراءات البحث اختيار مجتمع البحث وعينة البحث وأداة البحث
ومن ثم تحليل البحث، علما أن العينات التي اختارها الباحث كعينة لبحثه هي 5 نصوص مسرحية اختارها الباحث بصورة قصدية. أما الفصل 4 فقد تناول أهم عرضا لأهم النتائج والاستنتاجات والتوصيات والمقترحات. وأخيرا يود الباحث أن يتفضل بالشكر والتقدير للسادة الضيوف الذين تجشموا عناء السفر ومعاناة الطريق من بغداد وبابل، والترحيب أيضا يشمل أساتذتي الأستاذ الدكتور حسن عبد المنعم والأستاذ الدكتور صبار وأساتذتي مشرفي الأعزاء الدكتور عبد الستار والدكتور عبد الله، وشكرا جزيلا. الفكر الديني ألا تعتقد أن فيه بعد سياسي؟ أنت من تقول الفكر أكو دين وأكو ناس يتناولون الفكر الدين بأطروحات، هذه الأطروحات تعد فكرا دينيا، واحد يأخذها بحمولة سياسية، واحد يأخذها بحمولة اجتماعية، واحد يأخذها بحمولة نفسية. هنا بوصلة مالتك واضحة، من يقرأ واحد يقول لك والله صحيح هذا الباحث ذكي جدا، بمعنى الجزء يتبع شنو؟ كل. يتبع الكل. من هو الكل؟ الدين. وكل القراءات التأويلية للأفكار للفكر الديني هي أجزاء تجتمع فتكون هذا المعمار الأكبر اللي هو الدين. التوظيف أنت صاحبه، والانعكاسات المفهوم هو صاحبه، أي بمعنى أنه أنت الانعكاسات لست أنت مسؤول عنها، وإنما الانعكاسات هي اللي موجودة في النصوص المسرحية التي أخذتها كنماذج في العينة الرئيسة. أما التوظيف، التوظيف هو الكاتب الذي وظف هذا الفكر الديني في نصه لبيان مدى استخدام الفكر الديني عند بعض الشخصيات الموجودة في النص لتتلائم مع مصالحها الخاصة الدنيوية. الكل ديانة سواء كانت كونفوشيوس، الزردشتية، البوذية، عندهم كتبهم الخاصة اللي مدونين بها كل تفاصيل هذه الديانة، ويعتقد زرادشت هو أحد الأنبياء أيضا. وين عندنا بالكلية؟ أوكي. إذن التحريف موجود. التحريف مين؟ التحريف. من الأحبار والحواريين لو غيرهم؟ الأحبار والحواريين. لا، مو جاوا براهم رجال المعبد اللي هم الكهنة وغيرها. دكتور. ها؟ دكتور. الأتباع الحواريين يعني ما محددين. مصادر الإسلام، القرآن الكريم. والدرجة الثانية هو حديث النبوة والشريعة، هذا السنة، هذا الفقه وعلم الحديث وعلم الأصول. فروح هذا بعد طلعت الحين يا أخوة تخلص من الدكتور وكيل. نرحب بالدكتور علي الكنان. علي الكنان أهلا ومرحبا، نشرف وجودك. عميد كلية الفيلم. تعال هنا ليش؟ تعال هنا دكتور. ما حبك أنت المقدم. عندك جني الخطوات الستة اللي سميت المعطيات خبلاً، بس شنو المشكلة؟ التنافس بين الفكر الديني والفكر بغرض هيمنة إحداهما على آخر أشوفهم يعني مو عملية. يعني مثلاً يعني لو رايح مثلاً الفقرات لم تذكر فيها الفكر السياسي ولا الفكر الديني، الفكر السياسي سلبي وإيجابي، الديني الفكر السياسي نفعي موضوعي وغير. طريقة تنظيم الفهرس، يعني القائمة الأخيرة الحقيقة الرجل ما له، إحنا نرتبها الكتب السماوية، الكتب نصوص المسرحية الكذا، بالأخير المعاجم، وهاي يختلفون على الأساتذة. كل أستاذ له طريقته، كل أستاذ له طريقته. أكو أساسيات دكتور، أكو أساسيات. نعم. وأكو فرعيات، يعني اجتهادات للباحث. وإحنا نشكركم كثيراً حقيقة، ما قصرتوا. أيضاً طالبي النجيب الرائع المحترم، هذا الرجل اللي قلت لك أنا هو من أفضل من درس عندنا، يعني سيكون دقيقاً في التصويبات وفي الالتزام بالتعديلات، وهو رجل شريف ومحترم وأنا أحترمه جداً، وأنتم عبرتم عن حبكم لهذا الطالب وتحياتي لكم. شكراً على قراءة معمقة، ولكن في الدرس الإنساني لا يوجد هناك تطابق وإنما اختلاف في الرأي، ولهذا قد يدرس أديب واحد من عدة باحثين، وبالتالي كل واحد يخرج
بأشياء جديدة. عندي بعض الردود وهي آراء، يعني قد أكون أنا مصيب وقد وهكذا هي الآراء. الدين طرح دكتور جبار، قالوا أنت درست الدين باعتبار نصوص في المجتمع العراقي، ولماذا لا تحدد بالدين الإسلامي؟ ولكنه في الإطار النظري درس الأديان الأخرى الوضعية والسماوية، فلذلك لم يريد أن بس السماوية لا أسئلة الأرسطو هذا مو فلسفات أي فلسفات يعني درسوا ذولي كانوا ما ينتهجون دين إسلامي ما بعد أنطون. التطرف إلى الأديان لما لها من ارتباط مع النصوص التي ستدرس في الإطار النظري، هذا رأي الفلاسفة. هو لم يقل أن هؤلاء الفلاسفة هم أنبياء، وإنما طرحوا آراء قد تحارض ما هو كان موجودا في إطار سياساتهم، فلذلك وتطرق لهم على هذا الأساس، والدليل أنهم أيضا تقاطعوا واختلفوا في وجهة نظرهم للدين. التوظيف كان يقصد بالطالب التوظيف السياسي من قبل السياسيين الذين حكموا وظفوا الدين، أما الكاتب هو اقتنص هذه التوظيفات وطرحها في نصوصه، أي انعكاسها في نصوصه. الاجتهاد مقارنة بين السماوية والعضية، يعني احنا راح ندخل الى سو مقارنة بين أديان السماوية والوضعية، قد ندخل مداخل شتى، وقد ندخل ايضا في داخل الدين واحد هناك مذاهب، مو اليهود الى 71 والمسيحيين الى 72 والمسلمين، فاذا قد تبعد الطالب عن طريقه الصحيح وهو النص المسرحي. التعليق على المباراة، فلم يذكر أي شيء عن الدين أو التوظيف. الخبراء، هاي طبعا الخبراء ليس كلهم متفقون، كلهم متفقين على الرأي، والدليل أنا دكتور طارق كان يعني ما يقتنع بهاي مال، وإن كانت هي صحيحة وهي منهجية دكتور طارق، إذا يعني يقول يعني هاي الدراسات يعني يعتمد المؤشر، أي المؤشر الدراسات تستوجب الأداة، بعض الدراسات حسب المنهجية دكتور، حسب المنهجية مو صح يعني بالآداب اجتهادات يعني. باللغة العربية ما يعتمدوا، بالآداب ما يعتمدوا، دراسات تربية تعتمد، احنا نعتمد بالفنون. انا برأيي يعني نتيجة خبرة، ما اقول لك انا مجبر دكتور، كل آراءكم مفيد يحصن البعض، صح كل آراءكم صحيحة، ولا ننسى ان الطالب كتب في موضوع لم يدرس سابقا وهو مليء بالأشواك والأفخاخ، فلذلك كان هو حذر، والإنسان الحذر يكون دائما قلق، مو مثل الإنسان اللي مستند على هيكلية كان سابقا موجودة. شكرا إلى استماعكم، وأشكر الطالب على جهده وأستاذي دكتور ستار. شكرا جزيلا الآن نمنح الطالب دقيقة واحدة للحديث والإبداع برأيه. شكرا جزيلا سيدي رئيس الجلسة والسادة أساتذة الأكارم المحترمون على هذه الملاحظات التي بالتأكيد تصب في صالح البحث وتصويبه، وأن الباحث يتعهد أمامكم وأمام الله أنه سيلتزم بجميع ما نصصتم عليه من هذه الملاحظات، وشكرا جزيلا للسادة المشرفين الأكارم، والشكر موصول للحضور الكريم، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إشارة إلى الأمر الإداري المرقم 7/18/2504 مرتضى في 17/10/2021، وبعد إجراء مناقشة على المناقشة العلمية للطالب عيسى محسن علي، وقد أجرت اللجنة مناقشة علنية، وقد دافع الطالب عن اطروحته واسلوب بحثه واستخدامه والمصادر والمراجع، لذا قررت اللجنة ما يأتي: قبول الاطروحة بعد اجراء التعديلات الطفيفة وبتقدير هاشم بتقدير امتياز.